مبروك على المكسب لفرقتي والجهاز الفني والنادي الاهلي كله والجمهور العظيم اللي شرفنا النهارده. طبعا هي مباراه مش سهله ومش صعبه، هي متوسطه، هي متوسطه، انا شايفها هي متوسطه. والحمد لله، يعني هو اي فرقه بتيجي تلعب النادي الاهلي طبعا بتبقى عارفه ان الماتش بالنسبه لنا، يعني بالنسبه لهم هم خسرانين، فدي بتديني دافع اكبر. يعني طبعا لازم عشان تحافظ على اللقب ده حاجه بتبقى صعبه شويه، فالحمد لله يعني احنا مركزين في حاجه زي كده وعارفين ان البطوله مهمه خاصه ان هي في نادينا. يعني الحمد لله على المكسب النهارده، بس هو الدور التمهيدي دايما يبقى في فرق من افريقيا كده بتبقى مستوى ضعيف شويه، بس ان شاء الله يعني الدور الثمانيه هيبقى فيه ماتشات قويه، الدور الاربعه هيبقى فيه ماتشات قويه، الدور النهائي هيبقى فيه ماتشات قويه، دي بقى تبقى يبين بقى النادي الاهلي وقدراته والقوه بتاعته، فان شاء الله خير باذن الله. اتوقع النهائي يكون مصري، يعني بنسبه 90% ممكن نقابل سموحه في دور الاربعه وفي النهائي، اتوقع ان شاء الله دور مصري.